قامت الرئيس إدريس دبي رسالة خطية من سيادته تحيطه بآخر التطورات الجارية والحادثة في السودان ونتائج المفاوضات التي يجريها المجلس العسكري مع القوى السياسية في السودان، وكذلك الاتصالات التي يجريها السودان مع الاتحاد الأفريقي بشأن الأوضاع في السودان. وباعتبار أن دولة شاد دولة صديقة ودولة جارة ودولة شقيقة، كانت هذه أول زيارة خارجية للمجلس العسكري الانتقالي في إطار الثنائي. كل الزيارات التي تمت سابقا إلى أديس أبابا أو إلى مصر تمت في إطار العلاقات الاتحاد الأفريقي، أما هذه الزيارة هي الأولى لعلاقات الثنائية بين البلدين. وطمنا سيادته وعكسنا له ما يجري في الأوضاع في الداخل ونتائج التفاوض التي يجريها المجلس العسكري مع القوى السياسية، ووجه سيادته ببعض النصائح وبعض التوجيهات وبعض المقترحات. من ناحية أخرى تلقى